الآن الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 9 كياك الكنيسة بتحتفل بقديس اسمه أنبا بي من المعترف. والمعترفين دول فئة ظهرت وقت ألم الاضطهادات والاستشهاد، لما كان الاستشهاد هو استشهاد يومي، يعني الأيام دي عندنا استشهاد بس كل فترة يعني، لكن في العصور الأولى كان الاستشهاد معلن ودايم، يعني كل مسيحي معناه أنه هو هيقدم حياته قدام الوالي ويعترف بالمسيح يبقى هيستشهد. ظهر فئة بقى اللي هي ذاقوا ألم الاستشهاد لكن ما ماتوش، يعني اتقبض عليهم اتعذبوا وبعدين تم أيا كان أفرج عنهم تحت أي مسمى أو ما ماتوش، فاسمهم معترفين. معترفين يعني قدموا الاعتراف الحي بالمسيح ولكنهم لم يذوقوا الاستشهاد، ما خدوش اكل الاستشهاد. والحقيقه ان القديس بتاعنا بتاع النهارده ده هو ظهر له المسيح في السجن وهو بيتألم وقال له قول لكل اخواتك المسجونين ان انا هحسب كل الذين تألموا وذاقوا ألم الاستشهاد ولم يستشهدوا أنهم شهداء، أنه هيديهم أكاليل في السماء اسمها أكاليل الاستشهاد رغم أنهم ما قدموش حياتهم، وده كمكافأة من المسيح لأنهم اتألموا فعلا لأجله. أنبا بي من المعترف هو كان من أخميم، أبوه كان كاهن وكانت أمه اسمها مريم كانت عاقر ما بتجيبش أطفال، وبعدين ظهر لها الملاك وهي كبيرة في السن وقال لها ربنا هيديك طفل وهيكون إنسان حلو وهيثمر. وبعدين اتنيح أبونا اللي هو أبوه وهو في سن صغير وهما كانوا عيلة فقيرة، فاضطر أنبا بي من أنه يشتغل في بستان بتاع واحد أرخن من أرخنة الكنيسة، لأن كان أبوه كان كاهن فالأرخن ده قال له تعالى يا ابني اشتغل عندي عشان تصرف على والدتك، وفعلا بس أنبا بي من كان عايش إنسان نقي قوي ناسك قوي بيصلي، فهو الأرخن ده حبه قوي وقعد يديله كرامات كتيرة. بعد فترة من الفترات العمال اللي كانوا في البستان شعروا بغيرة شديدة نتيجة إن الأرخن كبير صاحب البستان ده كان بيحب أنبا بي من المعترف وتضايقوا انه بيفضلوا عنهم دايما ومديله كده كرامة كبيرة، فعملوا ايه؟ قالوا هو بيحبه عشان ايه؟ عشان هو قديس وبيصلي وبيصوم وبيعيش كده، هو طب احنا هنوقعه في الخطية. جابوا واحدة ست امرأة خاطئة وقالوا لها احنا عايزينك توقعي الشاب اللي هناك ده، قالت قوي من دي شغلتي يعني، فقربت منه بطريقة مش كويسة، حاولت معاه مرة واثنين وثلاثة وفي مرة ضغطت قوي وقربت منه فراح زقها عشان يبعدها عنه، وقعت اتخبطت في حاجة ماتت. اتلموا العمال وعملوا زيطة قتل، هو كده بثقة وإيمان في ربنا راح جاب شوية مية ورشم عليها علامة الصليب وقال يا رب ادي المية دي قوة شفاء، ورش على الست اللي ماتت المية قامت من الأموات، وقامت وراحت مسكت إيد القديس فقالت له أنا عايز أتوب أرجوك عرفني اعمل ايه. يقال انه هي تابت وراحت قدمت حياتها فيما بعد وبقت احدى العذارة الراهبات في دير من اديور. اما هو بعد الحادثة دي العمال والارخن الناس شعروا انه هو ده قديس، فما كانش عنده حل غير انه يروح الدير بقى عشان يهرب من الحكاية دي، وراح الدير فعلا وابتدى يعيش حياة نسكية عالية قوي. وبعدين هو في الدير كان وقتها اشتاق ان هو يقدم حياته شهيد، فراح لوالي أنصنة اعترف بالمسيح اخده وحبسه في السجن، وهو في السجن
وحكموا عليه انه هو هي خلاص هيتقتل ويستشهد. حصل انه قسطنطين انتصر على في روما، وحصل موضوع ان هو بقى هو الامبراطور، وعمل عفو عام على كل المسجونين. وهو في السجن حصل ان المسيح قال له انتوا هتاخدوا اكاليل الشهداء، رغم انهم ما بقوش شهداء. رجع الدير بتاعه وبقى ابتدى يكمل حياته النسكية. فيما بعد الامبراطور سودوسيوس كانت مراته عيانة، وهو كان كبر في السن اما بيه من معترف، وكان وقتها ربنا اداله موهبة الشفاء انه بقى بيقدم خدمة الشفاء لكل المرضى. سمعت عنه مرات الامبراطور وهي كانت عيانة وتعبانة، فطلبت انها تيجي، وفعلا جت وشفاها. ولما اتقدم في السن جمع أولاده وقال لهم خلاص ربنا قال لي إن أنا هطلع للفردوس، وتنيح النهاردة في 9 كياك. حياة طويلة قوي بقى، من ألام في العالم وضيقات من الآخر، ولكنه ينتصر. يقدموا له واحدة توقعه في الخطية ينتصر، يقف قدام الوالي ويجاهر بالمسيح وينتصر، وبعدين يرجع تاني قليته ناسك حقيقي وينتصر. هو ده المسيحي. قال عنهم القديس يوحنا، شاف جماعة المنتصرين في السماء وقال كده هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ده سر الانتصار. عشان كده المنتصرين هم اللي غلبوا، هما اللي انتصروا، زي ما قال ذهبي الفم. وازاي يكون في اكليل بدون غلبه؟ وازاي يكون في غلبه او انتصار من غير حرب؟ اوعى تظن ان اي حرب انت بتدخلها في الحياه، سواء حرب روحيه في صلاه ولا في نسكيات صوم، ولا حرب لما تنزل في العالم ويقولوا عليك انك مسيحي فيحاربوك او يضطهدوك، او حرب عامه في الحياه عامه ملهاش جهاد وملوش غلبة وملوش إكليل. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهاداتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. اللي غلبوا دول كانوا نوعيات كتيرة، الشهداء غلبوه، اللي قدموا حياتهم لأجل المسيح غلبوا إبليس. إبليس بيعلن حرب في كل يوم وفي كل وقت على أولاد الله. أولاد الله هم الغالبين المنتصرين. المعترفين اللي زي الأنبابي من دول غلبوه وعبروا. العائلات المسيحية اللي مقفول عليها الباب لكن جوه الباب ده يقعد العيلة وتقدم صلاة ومسكين في المسيح قوي غلبوه. الرهبان اللي في البرية اللي بيقضوا ليل طويل يصلوا ويواجهوا إبليس وجنوده منتصرين وغلبوه. من جيل لجيل ومن وقت لوقت ومن شخص لشخص نجد هؤلاء المنتصرين والغالبين متمسكين بالمسيح، زي ما قال بدم الخروف بأنهم ماسكين في المسيح وبكلمة شهادتهم أنهم بيقفوا قدام العالم يشهدوا للمسيح، منتصرين بإيمانهم القوي، منتصرين بحياتهم الحلوة اللي عايشين بيها للمسيح. غلبوه بدم الخروف معناها أنهم متحدين بيه، وبكلمة شهادتهم انهم خرجوا للعالم يقدموا المسيح للعالم، وهو ده سر الغلبة. غلبوا العالم بشهواته ومتطلباته. مرة انبا انطونيوس وهو واقف يصلي كده ظهر له شيطان قزم اسود، وبعدين انبا انطونيوس قال له ايه ده انت مين؟ قال له انا شيطان الزنا. قال له يا كنت متخيل انك عملاق كبير. قال له انا فعلا كبير وضخم لكن للي يسمعوا كلامي، ولكني متصاغر وقزم للي يرفضني، واسود لان ده طبعي، انا بصبغ الحياه بالسواد بشهوه الخطيه. قالوا لا اعود اخافك مره اخرى لانني كنت اخافك من قبل. غلبوه لانهم رفضوا، لانهم الشيطان ما قدرش انه ينتصر عليهم. غلبوه في اجسادهم، غلبوه في انهم قدموا المسيح للعالم بالرغم من ان العالم كان بيفرض قانونه، اما هم عاشوا بقانون السماء
حبوا أعدائهم فغلبوا إبليس. كل ما نقدم محبة نغلب إبليس. لما نقدم مسيحنا وسط العالم، وسط الشغل، وسط المدرسة، وسط الكلية، في البيت بتاعنا، لما نقدم المسيح بنغلب إبليس، لأن إبليس رافض وجود المسيح. أما إحنا أولاد الله نغلب لما نقدم صورة المسيح، لما نثبت في الإيمان نغلب، لما نكون نور للعالم في وسط عالم مظلم نغلب، لما نسهر في الكنايس نقدم صلاة نغلب. هو إبليس ما يستحملش صلاة. عشان كده أغسطينوس يقول: جلست عند قمة العالم عندما أحسست أنني لا أريد شيء ولا أشتهي شيء. في قصيدة رائعة كتبها واحد من الأباء اسمه الشيخ الروحاني، يقول كده عن الذين انتصروا، وعلى انتصروا إزاي؟ لأنهم حبوا المسيح قوي، ده سر انتصارهم. الشهداء سر قوتهم أنهم حبوا المسيح. النساك سر قوتهم أنهم حبوا المسيح. الأم اللي بتربي أولادها على محبة المسيح بتنتصر. يقول الشيخ الروحاني كده: أولئك الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكن بين الناس، بل ألقوا عنهم كل حب جسداني، تغربوا عن كل شيء في طلب الحبيب، نزعوا أفرحهم وذهبوا يلتمسون طريقه بالدموع، بكوا لما وجدوا أنفسهم في الطريق غير مستأهلين لجمال المحبوب، نفضوا كل لذة جسمية، نبذوا كل تمتع بشري، أحبوا الشقاء والتعب ليحننوا قلب الحبيب عليهم، تركوا الأب والأم والأخ والصديق وسعوا خلف الغني بحبه لأنهم أدركوا في قلبه حب كبير لهم، وفي محبته لهم عزاء يفوق الجميع. ساعة ما أدركوا شهوة الحب الوحيد لم يصبروا أن يبقوا في أفراح العالم لحظة، صلبوا الأعضاء مع الشهوات مسرورين، شربوا مرارة المر متلذذين. إيه أيها الحب الإلهي، لقد سلبت منهم كل شيء حتى زواتهم، فلم يشعروا بعد أنهم أحياء، بل كان المسيح هو الحي فيهم. هؤلاء سكروا بالحب. ومن هذا الذي اشتعل بالحب فلم تحتمله ركبتاه ووقف في الصلاة فخر على وجهه، وكلما يقف يسجد مرة أخرى، ومن حرارته انفلقت مقلتاه فخرجت منها ينابيع دموع ملتهبة، احترقت الخدود بحرارتها وانحدرت على الأرض فغسلت لعنتها. إيه أيها الحب الإلهي، رفعت النفس حتى أجلستها في نور خالقها، وطهرتها حتى تشبهت بسيدها، فاستأنست بها وحوش البرية. هذا الحب هو الذي جعل كل أولاد الله ينسوا زواتهم ويقدموا حياتهم يوم ورا يوم للمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة.